انسوا الطرق التقليدية لوضع كريم الأساس واحصلوا على كفر كيو لتغطية مثالية في ثواني. أنا كسيدة وكخبير التجميل بعرف قديش مهم بالنسبة لإلنا إن نحن نحصل على فاونديشن مرتب. 50% من نجاح إطلالتنا النهائية بيعتمد على الفاونديشن أو على كريم الأساس، ولها سبب. أنا اليوم كتير كتير سعيدة لأني رح أقدم لكم كفر كيو اللي بيحتوي على كل شيء أنتم بتحتاجوه لحتى تحصلوا على فاونديشن مرتب. كفر كيو منه موجود بأي محل ومنه موجود بالأسواق، فكرة كتير مبتكرة وبيحتوي على كل شيء أنتم بتحتاجوه لحتى تحصلوا على كريم أساس كتير مرتب. هلا خلينا نتعرف مع بعض على محتويات الكفر كيو. مثل ما أنتم هلا شايفين قدامكم بالبوكس الخاص بكفر كيو، عندي هون الأبليكيتر مركب فيها أوريدي سبونج، وعندي غطى الأبليكيتر، عندي إكسترا سبونج، وعندي الفاونديشن، كمان عندي ريفل للفاونديشن. كل شيء انتم طبعا رح تتعرفوا عليه في سياق الحلقه. اهم شيء بدي اخبركم عنه هلا هو الابليكيتر عن جد هي اداه كثير مميزه، سهله الاستخدام، كثير حلوه لحتى تعطينا هيدي التغطيه المثاليه. حجمها كثير صغير مثل ما انتم شايفين، هيدا هو شكلها الخارجي. بس نفتح الغطاء رح نلاقي هون الاسبونج أو الاسفنجة اللي هي كتير مميزة، كمان رح نلاقي هون الزر، هيدا زر كتير مميز لأنه هو رح يمد البشرة بالاهتزازات اللي بتعطينا الانتعاش وتعطينا الاسترخاء اللي رح نحكي عنه هلا. بمجرد ما ندوس على هيدا الزر هون، خليني أدوس عليه لأفرجيكم، رح أحطه على الطاولة. شوفوا معي الاهتزاز، هيدا الاهتزاز كله رح ينتقل للبشرة، رح يعطينا ارتخاء، استرخاء وانتعاش، بالإضافة أنه رح يثبت الفاونديشن ورح يعطينا تغطية مثالية. نحن بنعرف أن المسامات المفتوحة كتير بشعة، ولحتى نثبت لكم أنه عن جد التغطية مثالية مع الكفر كيو أبليكيتر، هلا بدنا نعمل تجربة حية قدامكم. بنعرف كتير منيح إنه أقرب شيء لبشرة الوجه، أقرب مثال هي يمكن قشرة البرتقالة أو مظهرها الخارجي، لأنه هي لها نفس الملمس وكمان إلى المسامات هيدي اللي بتبين كمان على بشرتنا. أنا لو استخدمت الطريقة التقليدية اللي هي بإصبعي واستخدمت هون على البرتقالة، رح شوف هون المسامات من ابدا متغطيه، شايفين بشع كتير استخدامها. بينما لو استخدمت الابليكيتر بس بدوس على الزر، رح اخذ شويه من الفاونديشن وبضغطه واحده بس، لاحظوا معي بس بضغطه واحده، ما رح اعيد وازيد. شوفوا ابدا ما بينت معي المسامات، شوفوا الفرق ما بين هيدا الجزء وهيدا الجزء. ابدا ما بنقدر نتخيل انه هيدي الطريقه التقليديه اللي هي كتير بشعه. بنشوف هون المسامات لو شايفين واضحه وبارزه، التغطيه منا متساويه، بينما هون عنا تغطيه متساويه والمسامات كلها متسكره. هيدا الشيء نحن كلنا بندور عليه، وطريقتها كتير مثالية وسهلة. إذن الكفر كيو بوكس بيحتوي على كل شيء نحن بنحتاجه. هلا خلينا نحكي على الاسفنجة. الاسفنجة اللي موجودة بالأبليكيتر كتير مميزة، ليش؟ لأن هي لو تشوفوا هون معي مسامات كتير صغيرة متماسكة، هيدا الشيء اللي بيعطينا التغطية المثالية اللي نحن حكينا عنها، يعني ما بيعطينا هيدي الفراغات، بيعطينا تغطية متساوية. وأحلى شيء فيها إنها أنتي بكتيريال، يعني هي مضادة للبكتيريا، بالإضافة إنه بنقدر نغسلها ونرجع نستخدمها مرة تانية. ولا تنسوا انه عندكم ريفل منها، يعني عندكم قطعة تانية لحتى تبدلوا ما بينها. هلا رح خبركم على الفاونديشن. الفاونديشن كتير مميز، في عندكم الفاونديشن بالعلبة الاساسية، وعندي هون الريفل. لو خلص معكم فيكم تاخدوا هيدا اللي موجود بالريفل وتركبوه بالعلبة الاساسية. هيدي خليني أخبركم وفرجيكم عليها بالضبط. الفاونديشن هيدا ليش كتير مميز؟ أي نعم هو
لو نشوف لونه هو لون موحد لكل الكفر كيو، بس في فكرة كتير بسيطة لازم أوضحها لكل المشاهدين أو لكل المشاهدات خصيصا اللي عم يشوفونا، إنه نحن بكل بساطة بنقدر نتلاعب بكريم الأساس، بنقدر إن احنا نفتحه ونقدر نغمقه مع استخدام كريم أساس تاني لحتى يناسب احتياجه، ونقدر نتلاعب حتى بلون بشرتنا بحيث إنه ممكن في بعض الأيام نحب تكون بشرتنا فاتحة، وفي بعض الأيام التانية نحب يكون بشرتنا لونها برونز شوي. فإذا حابين البشرة تكون لونها فاتحة ممكن نحن نمكس مع فاونديشن أفتح، أو مثلا نمكسها مع فاونديشن أغمق. إذا كنا حابين اللون البرونز هو لون واحد بيجي بس مع كفر كيو، وعلى فكرة في كتير مميزات بهيدا الفاونديشن خليني هلأ أخبركم عليها. أول شيء إنه هو مناسب لكل أنواع البشرة. ليش؟ لأن التكستشر تبعه بيتحول على طول عبودرة، ملمسه بيتحول على بودرة. خليني هون لو أفرجيكم على إيدي، شوفوا بمجرد ما أنا هون استخدمت جزء بسيط منه عطول جف وعطاني ملمس البودرة، يعني عطاني هون ملمس البودرة. ما في داعي أبدا أن أنا قديش الفرق عن جد ما بين الطرق التقليدية وما بين الكفر كيو، قديش الكفر كيو أبليكيتر كتير مميز. أنا عندي هون الأبليكيتر وعندي الفاونديشن، عندي هون موديل هاي ويلكم أت ذا وورلد أوف شوبينج، عندي الموديل هون بدي أستخدم له الفاونديشن بالابليكيتر. بدي افرجيكم قديش سهل هو الاستخدام بكل بساطه. بعمل هيك بانسيابيه على البشره، الفايبريشن او الاهتزازات الموجوده بالابليكيتر بتساعدني ان انا اوزع بطريقه متساويه على البشره بكميه مناسبه للكميه اللي البشره تحتاجها. شوفوا هون عندي نمش، شوفوا قديش رح اغطيه بس من مره واحده بس. الابليكيتر بتوصل لادق الاماكن بالبشره مثل المنطقه المحيطه بالعين وكمان المنطقه المحيطه بالانف، ما ننسى التاب الخاص بالانف. انا رح اسوي بس نص الوجه، بدي اخلي الموديل هي تستخدم الطريقه اللي بدها اياها لحتى تحط الفاونديشن. عندي هون هيدي المنطقة، شوف الكفرج قديش عن جد ممتاز، وهو مناسب جدا على فكرة للون بشرتها. وإذا طلع على فكرة أغمق من لون بشرتكم فيكم تفتحوا فاونديشن فاتح، وإذا طلع أغمق كمان فيكم أفتح فيكم تغمقوا فاونديشن غامق. طريقة استخدامه كتير سهل عملي بكل بساطة، بقدر بكل انسيابية أخليه ينساب على البشرة ويعطيه تغطية كتير مميزة. Now I will ask you to use your regular way to apply foundation to do the other half. هلا أنا طلبت منها إنها تستخدم الطريقة التقليدية اللي هي بدها إياها أو بتفضلها، هي هون اختارت أصابعها لحتى تستخدم وضع أو حتى تحط كريم الأساس. الطريقة التقليدية اللي هي بأصابعنا ما بتعطينا التغطية المتساوية، شوفوا هون بدها تاخذ وقت اطول، ما راح تكون التغطيه متساويه، ممكن تحط طبقات اكثر من البشره بتحتاج. بينما مع الابليكيتر الاسفنجه اللي موجوده فيه حبيباتها كثير صغيره، يعني منا مفتوحه مثل الاسفنجه العاديه اللي بنشوفها بالسوق، هذا الشيء بيعطينا تغطيه مثاليه من المره الاولى بس. هون الطريقة اللي عم تحط فيها طريقه شويه ميسي، كان اي سي، شوفوا هون عندي الطبقات منا متساويه ابدا، طبقات منا متساوية أبدا، عندي هون تركيز عالي من كريم الأساس، هون منا لمسيتها بالمرة، هون لأنه عم تستخدم أصابعها ملطش مع الفاونديشن، يعني منا واصلة حتى لأدق الأماكن، فيها توصل لها بس ما رح يكون التركيز متساوي للبشرة. النمج هون المشاكل ما تغطت، مع إن نحن عم نستخدم نفس الفاونديشن، لكن طريقة وضع الفاونديشن كمان بتمثل لإلنا تحدي كتير كبير. Now I will ask you to use the applicator. هلا بدي اطلب منا انها تستخدم الابليكيتر لحتى let me open it for you لحتى تحط كريم الاساس او حتى توزعه. نحن حطينا كريم الاساس بس المهاره مش بوضع كريم الاساس، المهاره بفرد كريم الاساس، وهذا الشيء اللي بتقدمه لنا الابليكيتر المقدمه لكم من كفر كيو، لانها بتحتوي على كل شيء نحن بنحتاجه. الاهتزازات اللي موجوده فيه بتساعد البشره انها تسترخي وتساعد البشره انها تحس بالراحه وقت وضع الفاونديشن. بنقدر نستخدم الابليكيتر مع حيلا كريم اساس، مع حيلا كريم للعنايه بالبشره، كريم نهاري مسائي، تغطية مثالية
مثل ما انتم شايفين هون على طول التكستشر تبعه تحول الى باودر، يعني منه بحاجه لتثبيت لا ببودره مضغوطه ولا حتى ببودره حره. So tell me, what do you think about the result? I'm really surprised. I've never felt something like this and I never saw. I'm really glad you like it. It looks amazing on you. مثل ما انتم شايفين مشاهدينا، هي كتير مبسوطه بالنتائج اللي حصلت عليها، وانا كمان كتير سعيده لانه عن جد بوقت كتير بسيط شوفوا انا قديش اخذت من الوقت، شوفوا قديش هي طولت بوضع كريم الاساس بالطريقه التقليديه. الكفر كيوب يحتوي على كل شيء نحن بحاجه له لحتى نحصل على كريم اساس كتير مرتب. لا تنسوا كريم الاساس يمثل نجاح المكياج بنسبه 50%.